أقام مكتب حزب الدعوة الإسلامية المقر العام مجلس عزاء على روح الفقيد الأستاذ حكيم عبد الزهرة بحضور شخصيات دينية وسياسية وشيوخ عشائر وأكاديميين. دخل السجون وتحمل الآلام وتلوت على جسده سياط جلاوزة الأمن في أقبية الأمن الرهيبة، ولكنه ظل صامدا صادقا معاهدا لله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذا الخط وعلى هذا المنوال. كان بيتنا أشبه بالمقر، دائما كان الدعاة موجودين في دارنا، فهاي بداية الحج الحاجة، ولذلك هاي الأعمال اللي قام بها الآن، الأعمال اللي تشرف، هاي كلها نتاج من نتاج التربية، هذه التربية اللي ترباها في كنف الجوامع والمساجد. الحاضرون استذكروا الفقيد وما قدمه من تضحيات في زمن النظام الصدامي المقبور، وما لاقاه من تعذيب وترهيب هو وعائلته، وقدم أخوانه قرابين على مذبح الحرية في سبيل إعلاء راية الإسلام ورفض الظلم والجور والطغيان. الأخ الفقيد حكيم عبد الزهرة من الكفاءات الدعوية الإعلامية والإدارية الناجحة، وقد ترك أثرا طيبا في عمله في الدولة ولا سيما في أمانة بغداد، والخسارة به كبيرة، وهو من عائلة مجاهدة ومضحية قدمت شهيدة وشهيد في ظل نظام البعث البائد. نأمل من إخوان الدعاة أن يسدوا هذا الفقر. ويذكر أن الفقيد الحاج حكيم عبد الزهرة كان مديرا عاما للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، وقد وقع عليه الحيف من الحكومة السابقة بسبب رفضه للفساد والمفسدين وسراق المال العام ليلاقي الظلم الذي عاشه في زمن الطاغية وجلاوزته.